كنا لسه بنتكلم من يعني لحظات قليلة جدا عن انتعاشة أو عن السياحة الأثرية أو السياحة المتعلقة بزيارة المناطق الأثرية. هذه المرة هنتكلم مع حضراتكم عن انتعاشة سياحية أخرى بتعيشها مدينة مرسى علم. بالأمس فقط المطار في مرسى علم استقبل 13 رحلة طيران من دول عديدة مختلفة، وده ضمن 106 رحلة من قرر ان هو يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجاري. الرحلات الاخيره كان على متنها سياح من تشيك وايطاليا وبولندا وسويسرا ولوكسمبورغ والمانيا والمجر. خلينا للمزيد من التفاصيل عن اجواء حركه السياحه في مرسى علم بينضم لينا عبر الهاتف الخبير السياحي استاذ محمد كارم. استاذ محمد، بعد التحيه، نتحدث عن ازدهار في قطاع السياحه قبل حتى ما يبدا الموسم الصيفي، حدثني عن هذا الامر لو سمحت. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للسادة المشاهدين. طبعا خلال الفترة اللي فاتت تم إدراج مصر من المقاصد السياحية الأولى على الخريطة السياحية الوافدة لمصر، وكان الاهتمام دوت طبعا في كل بقعة من بقاع مصر، وعلى رأسها طبعا مدينة مرسى علم. تنوع السياحة الشاطئية فيها، وطبعا زي ما حضرتك اشرتي ان تم استقبال 13 رحله، ولم يتم الاعتماد على اسواق بشكل معين، بل بالعكس احنا ابتدت السياحه المجريه تنزل، والسياحه البلجيكيه تنزل، والسياحه السويسريه، ودي كانت بقى لها فتره كبيره ما كانتش بتنزل مصر، وده طبعا بيساعد بشكل كبير جدا على عوده القطاع بكامل طاقته خلال الفترة اللي فاتت. تمام، يمكن دي نقطة عايزين نركز عليها أكتر يا أستاذ محمد. لو احنا بنتكلم على مرسى علم تحديدا، هي تعتبر مدينة حديثة نسبيا إذا قارنا بالمدن المعروفة في البحر الأحمر اللي بتطل على البحر الأحمر، ولكن هي مدينة مميزة جدا. أكتر حاجة بتميزها من وجهة نظر حضرتك مرسى علم، وكمان فكرة الاعتماد على التنوع الغني في الجنسيات المختلفة، أقصد بالنسبة للسائحين، إيه المزايا اللي بتأتي من وراء هذا الموضوع؟ طيب بص، انا ممكن اقول نقطه، ويمكن كلامي ده على عاتق الشخصي، ان احسن مدينه على مستوى العالم تضاهي المالديف هي مرسى علم. تمام، ده من وجهه نظري، ويعني طبعا العالم كله مهتم بيها، طبعا بالاضافه للشعب المرجانيه الموجوده، بالاضافه للغوص، فكل ده بيساعد بشكل كبير جدا ان الاهتمام للسياحة الشاطئية بتكون متمركزة في مدينة مرسى علم. تمام. طب استاذ محمد، فكرة دلوقتي تدعيم الدولة لأنماط مختلفة للسائح، زي سياحة الغوص، زي الاهتمام بالسفن القديمة، دي برضو حاجة مهمة جدا، وزي ما حضرتك تحدثت والخبر يتحدث ان عندنا سياح من دول جديدة، فأكيد ده هيأثر. طبعا احنا كنا انا عايز بس كنت اقول نقطة، ان احنا خلال فترة معينة كنا بنعتمد على السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه فقط لاستقطاب الاجانب داخل مصر. طبعا خلال الفتره اللي فاتت، بعد طبعا القيادات السياسيه والاهتمام بالقطاع السياحي، ابتدت يتم ادراج بعض الانماط والاشكال الخاصه بالقطاع السياحي اللي ما كانتش موجوده على الاجنده السياحيه، زي مثلا سياحه المؤتمرات زي ما حضرتك ذكرتي، عندنا مثلا سياحه المهرجانات. خلال الفترة اللي فاتت ابتدى التزحلق على الرمال في الواحات، ابتدى عندنا مراقبة الطيور، عندنا أنماط وأشكال جديدة تم إدراجها على الأجندة السياحية خلال الفترة اللي فاتت، فده بشكل كبير جدا ساعد إن يحصل تدفق من الحركة السياحية في دول ما كانتش مدرجة أوريدي عندنا، زي مثلا أمريكا الجنوبية، شيلي والإكوادور والبرازيل، ده ما كانش الجست بيجي عندنا بكثرة، فالحمد لله خلال الفترة اللي فاتت ابتدت الدول دي تيجي مصر، بالإضافة طبعا احنا كان فترة كبيرة جدا السائح السويسري ما كانش بيجي مصر، الحمد لله رجع تاني، فكل ده التنوع والأشكال الأنماط السياحية ساعد بشكل كبير على عودة القطاع السياحي. الحقيقة أهلا وسهلا بأي سائح من أي قطعة في الكوكب الأرض كله على أرض مصر. الدولة المصرية دايما بتبذل كل الجهود علشان تنمي كل القطاعات، بالحديث عن السياحة في ذكاء واضح جدا من الدولة المصرية لتدعيم قطاع السياحة، واحد من أهم القطاعات المدرة للاستثمار في مصر. الخبير السياحي الأستاذ محمد كارم، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا.